بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أيامها صن ربك أن كريم كائن مكنيي إنه درسك كان أين ضوبنه إلهي سبحانه وتعالى ما نقوم هذا علينا هنا وحان إن شاء الله كان كبلا بدون درسك إن استيداد يكسب صن أحكام الصيام وأه درسي مسلسل ينوس السعودي بشهر رمضان وحين ما تسوى قارني شرد كمدة شروط وكو أنصح صيامكو ألا وهو النية ونية ذا نية ذا وحوية صومك أنصح ما يبدون نية نية الآن وصومك نية أباها هي محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحاكسه عن حديث عمر ورينيه رضي الله عنه وبخاري مسلم كسو أروري قال النبي أن وحوي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أعمال شوحي كحر أنت كقة أنت نوايات كي نيذا وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستنا وحو نيستي أي ليه سيدا درتيد ولا ليال لا يصح الصوم بدون نية صومك عن صح مايو نية الآن أرن كان وباتفاق المذاهب الفقهية الأربعة مذاهب فقه أربعة واسكوها فقسيهين سيدا سو كليتنا إجماع بالله الشيقا يو ابن قدامة وحو يرادا وجملته أنه لا يصح صوم إلا بالنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا جملة هان صومك أن صح ما يه إلا أن يه ما أهنه وأنا إجماع بوجري صومك أسمى ميد ها هذا فرض أما ها هذا ميد تطوع عصينا ومغنقة ابن قدام وكسو نغلنا أيه إجماع عص محايا لي صومك وعبادة محضئة مرد عبادة تهانا وحب بهنيا نيو فافتقر إلى النية صومك نيت بو بهنيا سيدا الصلاة دي أي نيات غباها انتها إيا غير كود با أيو صون كنا نيات غباها نيا وحاك ليتو أو نياتا خصبا إيا صومكو وإمساك وأفايساشو حق اللغة إيا حق الشرعيقة سي حق الشرعيقة اللغة اللغة لسارو ما دام اللوضو أي أفحرشتو هاي سي الشرعيقة أغسو عمو لنكي اللغة محوك أغسو عمي كرا إلا بالنية نيد أمبوك غسوع مكرا مركا فوجبت النية للتمييز نيد مركا وحي أواجب إيسا سي أي أكرة صعودكي لغضة أها يقفكي إسكا أفايستي سوان صومانين إي يقفكي صون كحقيقة صومانا إي أفعرتي الدباء وحنو قد بينا وقت النية في الصوم قورما أيا نيد ودع إيسا صونك وحنو كوب بلابي دوننا صونك فردك قورم أي صونك فردك إن يديسو لربا إلا لي ماذا وقت النية في صوم الفرد أسألك صونك فردك يقفك وإنو هبينك كبريا إنو بري صومي دونه تبييت النية نيدي وإنو كبريا سيدا درتيد وحواجب قفك إنو صونك نيستو هبينك أو كبريو قبل طلوع الفجر انت الفجر كصبحين انت الفجر كصبحين حبينك وانه قيب كم اذا نيستا انه برسومي دور وانا سيدا جمهور يعنها اي قبان علمدو المالكيه والشافعيه والحنابله كذلك قيب كم اذا سلف كنساس اي قبان سيدا الشوكاني كلك وحديث كي تبييت كهلاي وتويري والحديث فيه دليل حديث كحو دليل ويهي على وجوب التبييض النية نية ذا إنها بين كلا لبريو أو قفك سوما يأو كبريو نية
أو قوان صدو وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل نيدانا أما تبييت كان وإنو دعا قيب كميدا هبينك قيبه كل كاس أيجري الشوكاني وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر ابن يزيد من الصحابة ابن عمر يجابر ساس يكوتا جنب ليهي ومالك والليث وابن أبي الدئ من ساس أيوقبا ساس أيامنيلك نال أوطالك أيوكسو نغلين إياه إمام الشوكاني رحمه الله سيدا درتيد قف كوينو هبينكي نيدي او لصيح لأنو بريد سومي دونه وحن لقفة إذي سنة يا حديث كان نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عما شو عيكو حرانت هاي نواياتك قف كستنا وحو نيستي أيو لي محايا لسون كوا عمل أعما شو نوحي أباهان إسان نيوين ما دام ما ننتي قيبه هذا أيسن كسو عمينين هبينك قيبه سا أو ما ننتي هبينك أن لك السوعي كان الأوراك نفاصل كاس أما قيب تاسا أولا حيسا سيدا درت يدوا أني هبينك قيب كمينا يدي أي دعضا كذلك آثار تسوغن صحابة كسوغن سيدا حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيدنا لقوري قالت واحد تري لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر وحصونا ملها قف كان همين كي قوانسان صون كي انت عن فجر كالقارين طيب كل كا وحل دون يقفك مركا إن وهمين كي قيب كميدة نيدا لي مادو مركا نيداس ما هبين كستا أو رمضان إنو نيستابا أو حددو نيديسي مسا بيش يوردن هالمر باكوفن قفك إنو نيستو بس راسي اختلف أهل العلم في اشتراط تجديد النية في كل يوم من رمضان على قولين أهل العلم يقول حسو خلاف سيهين إن نيدا لو شرديو هبين كستا أما مالين كستا أو رمضان ويسو خلاف سيهين لو قول قالوا وحي لا ده هاي هبين كستا قفك وإنو نيستا رمضانك أما مالين كستا وإنو نيستا معناها مالين فقال لي وإن هبين خيب كم إذا نيستا سدا سوحا قبل جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة يا قبل وحين أودل شنا حديثك إنما على ماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى محايا ليوح إليهين مالين كستا وعبادة مستقلة مالين كستنا فرد كصون كذا اللقطة ما دام مركا مالين كست أي جار صون لا صومه صون كذا إذا لا دعيه وإن مالك سلني يستقبلي النية يجب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة وي وحين أود لي شنو الحديث كأثر كحفصة رضي الله عنها زوج النبي لا صيام لمن لم يجمع قبل فجر كذلك وحي كل سين يعنيها حكم كولا قياس معناها بشهر رمضان وحي لم يتهب إليهين صلوات كالمانينتي يهبين كلا تكذو ما دام الصلاة والبا مركا لما يسي لا صلاة كلا لقا قارا ايو وحيالا عن صلاة دعين اي دحق قليسو او مركا صلاة كلا لقا رو هدنا نيد الله إيمان ايو سيدا وحا لم يدا صون كيبا لم يد او سيقنا مالي والبنيات بأبانت قول كاللبادي وحوويه وحكستا او لو شرديو تتابع وحكستا او تتابع لو شرديو هل نيا كفرا نيدا نقف بحول الإيمانية في أوله مركا وقوه رسول الإيمانية ما دام صون كو مركا وإن صون كو بشي رمضان أي سرع راعي سو بشي نال اسكربو نيد أول كا ما همين كو غهري كفلا بلي اللهم هدي أوي مادو قفك كوي مادو شيء تطابع قوينية أو أبنينية مثلا كهوين تحايد كل عو أي كل عو أما قفك مسافر كا سفر انتو آدو مقيم كا مصفرو أو مركا سيدا أو انتو كعونو تطابعي مركا واقعي أما قفك حنون سنة وسكعونو هدو مركو ربا إنو صون كدب أبلابو
فإن عليه أن يجدد النية وحال غربا كلي النية دي دب أسو جديدية ما دام تطابع عقعي لكن قفك إسكو حرينا يسقو بشو نوما السومية هل كم هبين أو كم دامين كغورة يهدون يستو سونك وكا أصحيا وأنا مذهب كمالكية أي قبام سيدو كلي زفر ومن الحنفين واقبا شيخ العثيمين قول كاسو دورتي شيخ العثيمين قول كاس أي أسونا دورتي وحن مودادتكو سيدو أفضد إن أي تهاي إن أي بش أول كذا أي نيستان إن شاء الله هدي لكن تطابع أوقعه أما سلام تحايد كوي مادو أما مسافر قفك مسافر كه وسفر قاله أما قفك حنون سنة وانتدي هدو مركع يكون غرية سيام كي وإن يدي دب أسو أسبون سيام سببت أي كل سيان حكم كودة وحوية أن الصوم المتطابع كالعبادة الواحدة صوم كالي سكحر لنا يوها العبادة أو كلوي محايا لقيبة قيبتي كالي كحر انتهي ولذلك تكفي النية الواحدة نية كريئة يكون في الله نيسا طيب واحد نقول بأن صوم كي نفل كاها أما صوم كي سنة داها صوم كا سنة دا أي سيغل لو مشر ديو أما صوم كا تطوع لو مشر ديو همين كي قفك إنو نية كسيح دو شرد أمأها وفي عن تأسيه ويسا قفك إنو نيستو سي أجر كي صوم كا لو وضا قرو كاملة لكن شرد أمأها هو أنصح يا ما نتقف إنه نيستو وحنا الدليل إنه تشرد أهين عموم كوفا إذن حديث كأي فائدة وفا إذن حديث كعائشة نبقى يكور نيسو أي تري حديث كسو أروري مسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نبقى ما نما ما كمل إيسو قال مقصوي هل عندكم شيء وح شيء مي أكتني يلا أنت أنعنه فقلنا وح كن لله قال وحأوا يا نبي فإني إذن صائم هذا ما أنا مركوان صومية كذلك آثار كسوغا صحابة قاركود رضي الله عنه سيد أبو درداء إي أبو طلحة إي أبو هريرة ابن عباس حذيفة ونمانتود وصو نغلين أيو بخاري وكسو نغلين أيو يغم معلق بيهقنا وصلين أيو حريرين أيو آثار تاسوحي عضين إيسا إن مثلا أثر كأبو درداء وكان يقول أبو درداء ورنجري عندكم طعام وحمتماهيسان فإن قلنا هدان كن رانو أمي درداء بعد ليس حاسك استمرك كان أبو درداء وحوها يقول مدير هذا عندكم طعام وحمتماهيسان فإن قلنا هدان كن لا قال وحو أرني فإني صائم يومي هذا أنا أقول هذا وحوها قف سومي ما ننتهي لأنها ما ننتهي لأنها ساسو كلا أبو طلحة ساسو كلا كسوغن أبو هريرة ساسو كلا كسوغن ابن عباس ساسو كلا كسوغن رضي الله عنهما حذيف ساسو كلا كسوغن مركا غورما ما داما أي بنانتها أي صون كي تطوع قفكو إنو نييستو ما ننتي وأو بنانتها وقت النية من النهار في صيام التطوع وحأو بنان قفك دون إنو صومو صون تطوع أثناء النهار ما ننتي إنو حرتو أو بنات أما قبل الزوال هالنقطه أنت سوق راح دسول أو بعده أما مركز الشكد بهالنقطه لكن شرط باجرة شرط قاس وحوية إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر قف قاس وعينو صنعون شيء كم إذا وحيالا وحفورية فجر ككدم وعينو صنعون هدو عنو مركا دينو حرتو ما ننتي لقى أقبل ماي مركا وأو بنات قفك إنو نيستو صون تطوع ما ننتي دحدا إذا قبل الزوال أو بعد الزوال هدوس وحمعونين وأنا مذهب كحنابلة قول عند الشافعية قول طائفة من السلف إنه تيمين أساس الدورتي ابن عثيمين أساس الدورتي وحن أودلي لحديث كي أين صومرني أمنا عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم مركا وابنا تحيوي سيدو كليتو هذا هو مركا قفك ما داو ما ننتو أحيرنا يو أجر كيسو انت أوصون كبلابي وكبلابنا يو قفك ما ننتي صون حرتا يكتب له ثواب ما صامه انتي وساعدوه وصومي أيهم بأجر كيدو وهلية لقبلابو من حين نوى الصيامة مركي وصون كنيستي أيو كبلابنا وقفك أجر كبلابنا يو وانا سيدو مذهب كحنا بلادا
شيخ الإسلام ابن تيمية أودورتي ابن باس أودورتي ابن عثيمين. ولذلك حديثك وحلقك غادر يا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القاسين كل جندنا بإذن الله تبارك وتعالى قيبها لمن سوف تطوع عن برمين ولم يسردونا والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.